العكر. انا زوي عكر، حوش الله يرحم كريم وديك الشركسي. ده كان ماضي على فكره، ماضي اسود اصلا. ايه ده، الحضر بعت لي اهو حسن حبيبي. هو لحق يبقى حبيبك؟ احنا هنعيده تاني. خليكي في حالك، يوري نقابلهم في الدايفنج. قشطه، يلا يلا. مش قلت لك حبيبي؟ انت هتجننيني على فكره. ايه ده يا عم حسن ده؟ ايه رايك بيبي؟ مية مية يا معلم بيبي، خش غير بقى. لا بلاش يا بيبي، انا هقعد استناكوا هنا، ما اعرفش اخلص. وبعدين انت عايز نلبس ده فضح البشريه دي؟ ده فضح بشريه يا عم، انزل شوف جمال بلدك من تحت المايه، مش لما تشوفها فوق المايه. بقولك يا حسن، هو انت ما بتعرفش تعوم؟ اه. طب يا حسن، الغطس بيبقى عكس العوم، يعني انت كده في التمام فعلا؟ اه. ايه ده، مين ده؟ انت مين يا عم؟ انا دنيا، خلصونا بقى. افتكرتها احدى بنوتردام. استنى، دي ليلى. الو، اه يا ليلى، انا في السنتر، انتوا فين؟ هغطس؟ طبعا هغطس، حد يجي شرم وما يغطس؟ لازم تشوفي جمال بلدك من تحت. ليلى، انت شكلك كده ما بتعرفيش تعومي. لا بصي بقى، هو الغطس عكس العوم على طول، يعني انت كده في التمام. بصوا بقى، لو حد اتلسع من الفاير كورلز وطلع يوحوح، أنا مش مسؤول. ولو حد سرح أكتر من 18 متر وبدأ يناركس وافتكر نفسه فريد شاوي وبيدور على رأس البحر، ما يخصنيش. ركزوا بقى في اللي جاي. القرش لو ظهر تحت المية نتعامل معاه كأنه كلب بلدي ماشي في الشارع. ماشي؟ حد عنده أي أسئلة؟ اللي عنده أسئلة يلخص، أنا بتخنق بسرعة. لا مؤاخذة يا باشمهندس، هو يعني بالنسبة للكلب البلدي ده هنهشه ولا نزقله بالطوبة؟ إيه يا عم؟ بالك ساعة اياكوا وركزوا، وناس تاهت وناس ماتت، واحنا جايين ننبسط ولا جايين نفجر المدمرة عيلات؟ مش عايز هزار. مين فيكوا أول مرة يغطس؟ أنت وهي تعالوا معايا. والباقي جاي. ها ليلى، عاملة إيه؟ أساعدك في حاجة؟ طب تساعدني في إيه بقى؟ وأنت أول مرة تغطس زيك زيي؟ طب خلينا نجرب. طب ما ايه رايك نجرب تجربه احلى؟ ايه؟ نلبس عوامتين وزده ونشوف بلدنا من فوق المايه. خليني نشوفها تحت المايه، هتعجبك قوي. طب ممكن ما تسيبنيش تحت المايه؟ وما تسيبينيش انت فوق المايه ممكن؟ يا نهار اسود. ما تقلقيش، بهزر معاك. يلا نجهز. يلا يلا. ايه يا عم، مش تحاسب؟ انت سكران ولا شارب ايه بالظبط؟ عادي يعني، ايه اللي حصل؟ معلش، اصل دي اول مره اغطس فيها لوحدي كده يعني. يا نهارك اسود، امال كنت بتغطس مع مين قبل كده؟ اجانب. ايه؟ بس احنا في عرض. بس انا عمي صاحب المركب دي ومطلع عين اهلي اللي جابوني، ودي اول غطسه ليا لوحدي. كل مشكله تحصل يقول لي شايف الانابيب اللي هناك دي؟ عارف احطها فين؟ انت انت تعرفي عمو؟ لا بس اعرف عمته. فكريه؟ لا مجد، بقول لك ايه، ما تقلقش، انا بعمل دايفنج بقالي 7 سنين وهنزل معاك بادي. بجد من نعمه، الهي يسترها معاك يا شيخه دنيا واخره. طب اسم حضرتك ايه يعني؟ بس عشان انبهلك تحت المايه لو حصل حاجه. فريده. الله، ده اسم ملوكي، محسوبك روبرتو. بقول لك ايه يا دنيا؟ ايه؟ هي ليه الانبوبه بتاعتي مختلفه عن الانبوبه بتاعتكم؟ ايه ده، بتطفيت حريق؟ انت رايح يا عم ترخص في المرور؟ اللي لقيتها بقى. طب يلا سندني. بس تصدقي لونها احلى. يلا يا اخوانا، القرش لو ظهر نتعامل معاه كانه كلب بلدي ماشي في الشارع. يلا روبرتو، روبرتو وقف وقف، القرش كده 4 المان. يلا يلا يلا، بس بس ما تقلقش، الراس ما احناش المان. انت عملت ايه يا عم؟ لا 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 ما تقلقيش، هننزل ميه ازاي بس يا ماما والقروش دي؟ لا كله تمام. حسن، انا خليت لك الجو ظبط بقى. ها، واقلع بدله سبايدر مان دي. طيب يا حبيبتي، هكلمك بعدين. ماشي، باي باي، مع السلامه. حسن.
حسن. غادة ازيك؟ ازيك انت؟ ايه الصدفة الحلوة دي يا سونا؟ انا تمام الحمد لله. شكلك يهبل في الدايفنج سوت. وانت كمان يعني ما شاء الله عليكي يعني. والله يا حسن ده انت سكر خالص. والله ده انا كنت لسه بكلم طنط سميرة وبقول لها حسن ده محترم وطيب، بس يا رب يا رب ما تكونش زعلان مني من اخر موقف حصل بينا. لا لا خالص، ازعل منك ليه؟ ده انا اللي زعلت علشانك. انت ليه بتقول كده؟ ازعل منك؟ وكمان يحس ان احنا ما لحقناش نقعد مع بعض. يعني هنقعد مع بعض يا غادة؟ هنروح فين يعني؟ اول ما نرجع على طول ان شاء الله نبقى يعني نقعد مع بعض. بجد؟ اه يا حسن رجلي حسن. دي ولا يا رب؟ ايه يا ليلى؟ ايه اللي حصل؟ رجلي يا ليلى. انت ناويه يا جماعه حد يشيك على التنكات ويشيلها من هنا. ورجلي ليلى يا عم. يا عم ورجلي ليلى. واو يا حسن على الشهامه والمرجله. طب وحياه طنط سميره بقى تنزل معايا الغطسه دي. تاني ايه اللي حصل؟ سكسي يا خان، سكسي يا خان يا حسن، سكسي يا خان. سلامتها يا سونا. يا حسن يا لهوي، جالي هبوط هبوط مفاجئ. شيلني شيلني يا حسن، مش قادره اقف. شيلني ماشي من هنا. بكلمني يا حسن. اتفضل، هتكوني احسن دلوقتي ان شاء الله. اصل انا هبطت فجاه، مش عارفه ليه دخت كده وجالي هبوط مفاجئ. ايه ده؟ انت بتلبسي نظاره؟ وحشه؟ حلوه جدا. ايوه. دي غاده. ايه؟ جالي هبوط تاني، تعبانه. طيب تحبي نقوم نتمشى؟ انا ابويا لما كان بيجي له هبوط كان بيمشي. انا ابويا كان بيجري بقى على فكره. يلا. انا اسفه قوي اني اتدخلت بينك وبين صاحبتك فجاه كده. مين؟ غدا؟ لا غدا مش صاحبتي خالص، بتبقى بنت عم خاله مرات واحده صاحبه جارتنا مش اكتر. بجد؟ اه. ده انتوا تعرفوا بعض من زمان قوي على كده؟ لا مش من زمان قوي ولا حاجه، يعني انا وهي اتقابلنا مره كده بس مفيش بينا كيمياء. طب وليه مفيش بينكم كيمياء؟ يعني في حاجات كده انا بقف عندها في البنت، ده غير ان هي برج العقرب وانا سرطان والسرطان والعرق. انت برج السرطان؟ اه. قول والله العظيم. والله العظيم ليه؟ انا كمان برج السرطان. بجد؟ كان قلبي حاسس والله. قصدي يعني انا فاهمه، انا فاهمه كويس قوي انت بتتكلم في ايه على فكره. انا عارفه انت قصدك ايه، الحاجات دي بتبوظ لما تبقاش مظبوطه على فكره. ايوه انا فاهمه طبعا، مظبوط. طيب وايه كمان بتقف عنده في البنت؟ لا هي مش حاجه معينه، بس عارفه لما تكوني قاعده مع حد ويبقى في زهق كده فتطلعي تليفونك تدوري فيه على اي حاجه، تلعبي جيم، يعني عمرك حسيت الاحساس ده؟ يوه كتير قوي. بس تعرف انا اكتشفت حاجه بقى في الاخر، انك انت لما بتيجي على نفسك عشان تبسط اللي قدامك او تعمل حاجات عمرك ما كنت متخيل انك تعملها عشان يبقى فرحان، اعتقد ساعتها بتحس انك ممكن تكون بتحبه يعني. وبتقف عند ايه كمان؟ هي مش حاجات كتير بس اولهم تنزل دنيا. ما تنزلي بقى يا دنيا، انا ضهري وجعني. مش نازله. لا انزلي. انزلي بقى. طب والله العظيم لو هقتلك. لا الاصل ده حرام عليكم. الاصل. طب طلعي العيال من جوه. ده العيال بلدنا. اطلعي اولاد بره. الموضوع هيكبر. ماشي يا دنيا، ماشي يا دنيا، شوفي بقى مين النهارده هيفسحك بالليل. فضح بنتهم ودنيا دول هربانين من فيلم الكرتون. ايوه فعلا هم حياتهم كلها كرتون. انا اصحاب من ايام الجامعه دايما كنت اذاكر لهم، هم يجيبوا جيد جدا وانا اجيب جيد ازاي ما اعرفش. ايه ده؟ وانا كمان فريده كانت دايما تغش مني في امتحان التربيه القوميه. ايوه وبعدين؟ بس هي دي الحكايه. محدش يجيب سيره فريده يا ظريف منك ليها. ايه ده؟ اهلا اهلا. اخبارك ايه يا ليلى؟ اخبارك ايه يا حسن؟ امل. ها اخبار رجلك ايه؟ احسن الحمد لله. احنا بالليل سوا ها؟ اكيد. طب انجوي بقى يا فريده، استندني يا حسن. بركاتك يا استاذ حسن. رجلك كويسه دلوقتي؟ احسن كتير الحمد لله. قولي لي بقى ليلى، يعني انت عمرك عملتي حاجه غريبه مش متعوده تعمليها عشان خاطر حد؟ عشان صحابي عملت بقى. لا لا مش صحابك، حد يا ليلى. ولد يعني؟ طبعا عملت. يعني أنا مثلاً ما بشربش خالص، وأول مرة في حياتي شربت عشان كان في ولد عاجبني بيشرب. طب أنت بتضحك ليه؟ متضايقني ما بشربش؟ لا بس أنا عملت زي كده بالظبط. أول مرة شربت فيها كان عشان خاطر واحدة، بس بعدها اتضايقت من نفسي أوي. طب وكملت بتشرب ليه؟ عشان تنسى. لا مش عشان أنسى. أمال إيه؟ عشان أعجب، وده أسوأ بكتير. بس عارفة؟ أنا النهاردة حاولت اعمل حاجه غريبه انا مش متعود اعملها عشان خاطر حد. ايه؟ حاولت اغطس وانا اصلا ما بعرفش اعوم زيك كده. We'll be right back.
ماشي يا فندم. حبيب مامي القمر. هو الراجل البامبا اللي كنت واقفه معاه ده مين؟ ده السواق بتاعي، ما انت عارفه. السواق بتاعك؟ بتاعك من زمان يعني؟ ايوه طبعا، من زمان جدا، من وانا قاعد كده. لا يا شيخ. ايوه طبعا. اسمه ايه؟ عم شفيق. ده بجد السواق بتاعك؟ ايوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ في ايه؟ مالك؟ لا اصلي حاسس انه بتاع حد تاني يعني. ليه؟ هو في حد تاني ولا ايه؟ يعني مالك؟ مفيش، حاسس انه. طب بقول لك ايه؟ انا لبست الجزمه هو مخصوص عشان تعلمني السواقه. سواقه ايه؟ انت مش بتعرفي تسوقي؟ لا طبعا ما بعرفش اسوق، امال معايا سواق ليه؟ طب لزومه ايه تتعلمي؟ ما هو عم شفيق ده بيوديكي ويجيبك. وانت قلت لي لازم اعتمد على نفسي واتعلم السواقه، عشان مش كل شويه حد يقول لي انا لازم اعمل لك كل حاجه، لازم اعمل لك كل حاجه. طب معاك يعني ما تتعلمي على عربيتك الاول اسهل، علشان هي اوتوماتيك وبعد كده. لا ما ينفعش، عشان انت برضه قلت لي ان انا لازم اتعلم السواقه على اصولها على عربيه مانيوال، وانا عربيتي اوتوماتيك. وبعدين كويس انها جت في الصاج. يا ريتها جت فيا ولا جت في الصاج. يا ريتها جت فيا انا ولا جت في الصاج. بعد الشر عليك يا حبيبي. خلينا بقى نتكلم في المهم. انت هتيجي تخطبني من بابي امتى؟ نعم ارحمك اخطبك ايه من خطبك؟ وبابي؟ بابي مين؟ انت مش ابوكي ميت؟ بعد الشر علي يا بلبل. دي مامي هي اللي ميتها. مامي هي اللي ميتها؟ كده انها ميته؟ هزيتيها كويس لحسن تكون نايمه ولا حاجه؟ انا فاكر اخر حاجه كانت نايمه. نايمه ولا ميته؟ لا ميته. لحسن تكون يا بلبل الخبطه اثرت على دماغك، ولا انت بقى بتتهرب ومش عايز تيجي تخطبني؟ يا ستي لا، يا ستي لا، يا ستي لا. طيب انت قلتي لابوكي اللي هو لسه عايش ده ان انا فاقد الذاكره؟ ايوه طبعا قلت له. وانا اخبي عليه حاجه زي دي يا بلبلي؟ بلبلك؟ لا انا مش بلبل حد. ياسمين اتأخرت كده ليه؟ انا اصلا خلصت جري. مش مشكله، انا تيجي معايا، ده انا معايا كتير جدا. يا سلام، ومالك بقى تعبان كده ليه؟ انا باجي من بيتنا تعبان اصلا. بقول لك ايه، ماما عايزه تقابلك. طبعا يا سلام، اوكي ايه المشكله؟ ماما مين؟ انت مش امك ميته؟ فلا الله ولا فعلك يا اخي. بعد الشر ده بابا، واضح ان موضوع الذاكره ده بدا يتطور وحالتك بقت خطر قوي يا بلبل، صعبان عليا قوي. طب بقول لك ايه، انت قلتي لمامتك الله يرحمها عن الموضوع اللي بينا يعني قلت لها ان انا عايز اخطبك؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا بلبل. يا حبيبي احنا مخطوبين اصلا. يا عيني. امتى مخطوبين؟ ايه؟ استني بس، تيجي تقول كلمتين وتمشي. خطبنا امتى؟ انت كل شويه هتقف، مش كفايه بتنسى؟ ايوه مخطوبين. يلا مخطوبين. طب المرحومه ما قالتليش عايزاني في ايه؟ منها انت ان شاء الله هتبقى تقول لك هي عايزاك في ايه بالظبط. في ظروف واحد زي حالاتي كان فاقد الذاكره قبل كده، كان الطبيعي والاقرب ان انا اشك في ذاكرتي وما اشكش فيهم، وهو ده اللي حصل. ويا ريتني ما سمعت كلامي. ايه مالك؟ عملت بحلق فيا كده ليه؟ طب هي مامتك اللي هي تخينه كده وسمينه كده شويه من تحت، ها؟ على شكل هرمي كده شويه. هي صح.
ايه يا بنتي؟ قومي هاتي الشاي من على النار. حاضر يا ماما. حبيبتي طولتي ما شاء الله. طولتي وهدومك اسمت عليك. اهلا يا بني. اهلا يا طنط. طب مامي والسكر فين؟ يا سكر ايه السكر اللي انا فيه ده؟ نبيل برضه مش كده؟ ايوه نبيل برضه مش كده؟ ايوه ايوه كده. علي صوتك شويه. هو ده بقى بلبل يا فوبي اللي حكيت لك عنه. اهلا بلبل. اهلا اهلا نور يا بلبل. يا بنت بتجيب لنا حاجه نشربها. السكر هتلاقيه عارفه في الدور. راح فين يا ابني؟ لا السكر فين؟ السكر دمه خفيف سكر. على فكره انا سالت عنك وعرفت انك شاب ممتاز ومثقف وواعي كمان. شكرين قوي يا عم ربنا يخليك. وعشان كده الحقيقه انا يعني كنت جاي عشان اللهم صل على النبي اتقدم و لان انا بصراحه يعني معجب معجب بيها باللي شايله الصينيه دي. المهم دكيكه الاسره اللي كانت هنا راحت فين؟ هي دي بنت حضرتك صح؟ أم صيدة من البحر. مش هقول لنفسي يعني صح يعني صيدة من البحر. لا هي مدككة اهي والله اهي. طب قوم بس قوم بص هوريها لك اهي اهي. اقعد يا بلبل. الو يا هل موبايلي؟ لا انا قافل ما بعملش حاجه يا هل. كنت بعوم في الصاله شويه. الشقه بتاعتي غرقت يا هل. ما اعرفش في ماسوره ضربت ولا نسيت حنفيه مفتوحه ولا ايه. سيبيني يا هل سيبيني في اللي فيه. هو لا يا عم سمحت. طيب راح
مش عايز انط. لو بتحبني تنط. هيفرق معاكي؟ انا لما تكتك اولع الدنيا. والله يا ابني برافو عليك، مية مية. يجي منك يا هو ده حوده اللي انا اعرفه. بص بقى يا معلم، العشرة دول على ده يبقى معانا غلة مية مية. لا يا معلم، العشرة دول من غير ده يبقى معانا غلة مية مية. متصرف انت بقى، شغل دماغك بقى شوية يا هلا. وانت اخترتي مين؟ حوده طبعا. وش معنى حوده يا ماما؟ القلب وما يليه. قلب ايه وزفت ايه؟ الدرابة تعجز على المحل. طب خد دول ادفعهم بكره وهات لي الوصل. استلفتيهم منين دول؟ ليه هتردهم؟ وانا مالي وانا اللي استلفتهم؟ انت بتدور على ايه؟ الفلوس اللي كانت هنا. عمليه متظبطه و100 100 بس محتاجه طعم، والطعم هي الفلوس اللي كانت هنا. انت شلتها؟ ما ترد. انا اللي خدت الفلوس، يعني اتزنقت في موضوع كده وخدته. ما فيش مشكله، بس ايه يعني الموضوع اللي انت اتزنقت فيه فجاه؟ يعني موضوع كده. يا انت هتخبي عليا ايه يا حوده؟ مالك؟ المحل بتاع ايه الضرايب هتحجز عليه. ايه خلاص يا جعفر، هتصرف واجيب لك غيرهم. حتى لو اتصرفت مش هترجع حوده اللي انا اعرفه. بقول لك ايه، ما تكبرش الموضوع، ما كانوش 10000 جنيه دول. لو كان على الفلوس ما كنتش دفعت 30000 جنيه في مستشفى استثماري عشان انقذك من الموت. انت هتعايرني ولا ايه؟ وبعدين ما ال 30000 جنيه دول انا اللي جايبهم بدماغي. دماغي دماغي دماغي، وما فيش حد عنده دماغ الا انت. ما انا كمان عندي دماغ. وهي كره البنج دي بتسميها دماغ ولا ايه؟ نعم كده خلصت يا معلم. دماغ بقى شغالها لوحدك. انا هتوب يا جعفر. كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر روح يا اخي. انت مش فلقتني نتوب نتوب؟ اديني هتوب. هو بمزاجك؟ بمزاجي. يا ريته كان بمزاجك، لكن الموضوع كله بمزاج الهانم اللي خلاتك خايب ومش عارف راسك من رجليك. جعفر كلمه تانية وهنسى كل اللي بينا. وانت خلاص نسيته. ولعلمك التلفزيون ده انا هبيعه، وما تسالنيش تمنه هوديه فين. هي بعيدة عننا، أنا وحودة محدش قدر يفرقنا قبل كده أبدا. اخص عليك يا جعفر، أنت ليه بتقولي الكلام؟ عشان في حاجات مش هينفع تفهميها ولا حتى هتحسيها. حودة يا آية بالنسبة لي مش مجرد صاحب وخلاص، لا ده عمر. عمرنا ما اتخاصمنا أكتر من دقيقة، عشان كده ما ينفعش حد يجي ويحرمنا من بعض. أيوة بس أنا حبيت حودة بجد. والحب ده مش هيستمر. ليه؟ فهم؟ ما اقدرش. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا حبيبي. هو في ايه؟ ما فيش حاجه. ايه هنا؟ ايوه وجعفر معها جوه. جعفر؟ ايه اللي جاب؟ ما اقدرش ما اقدرش. يعني ايه ما تقدرش؟ جعفر يا تقولي الحقيقه يا اما هفهم انا غيران منه. ما تقوليش كده. اللي يحبها حوده تبقى زي اختي بالظبط ومتحرمه عليا. طب ما تقولي يا جعفر في ايه؟ ما سالتيش نفسك احنا بنشتغل ايه؟ تقولي بنبيع وتشتري. بنبيع ايه ونشتري ايه؟ ما توضح يا جعفر. احنا بنبيع الهوا، احنا ملناش شغلانه.
ايه زي ما انا خايف على حود انا خايف عليك. انتوا ما تنفعوش لبعض. من الاخر احنا نصابين. الكلام اللي قاله جعفر ده بجد؟ يعني بجد؟ طب اتفضل بره حصل زحمك. بره. ماليش نفسي اعمل حاجه. كل حاجه اتعودت اعملها مع حوض. عارفه لما تحس ان الايام بايخه ودمها تقيل. فاكر يا جعفر زمان لما كنت عايش معانا وبابا طردك من البيت؟ ساعتها قلت انك طلعت، بس الحمد لله اديك عايش وكويس. الايام الحلوه راحت خلاص. انا بفكر اسيب له الشقه. ما اظنش ان هو ده الحل. جعفر ازيك يا ست اولجا؟ الله، مالك يا واد؟ مفيش. لا مفيش ازاي، ده فيه نص كمان. قول يا ضنايا، قول انا زي امك. قول يا حبيبي. انا خسرت كل حاجه يا ستور. لا، محدش بيخسر كل حاجه ولا بيكسب كل حاجه. انما بتكسب حاجه بتخسر قدامها حاجه. تكسب فلوس تخسر حب، تكسب قوه وجاه تخسر راحه بال. هي الدنيا كده يا عبير. بس اسمع كلمة بقى حطها حلقة في ودنك. أعز حاجة في الدنيا يا ابني صاحب يحبك بجد بجد. مش هتدخلي تنامي يا حبيبتي؟ لا يا ماما أنا مش جالي لو. ما قلتلك خدي بالك. ماما الله يخليك أنا مش ناقصة. يا حبيبتي يا بنتي، يعني حظك ما يقعش غير في نصاب. يعني هو احنا عادلين قوي؟ اوعي بنت تكوني حبيتيه. المشكلة اني حبيته بجد. مالك يا وش الخير؟ البنك حجز على المحل. بتقول ايه؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبة دي؟ نعم، عايزة ايه؟ يا فندم انا جاية وجايبة معايا كل الورق اللي يثبت ملكيتي المحل، وجاهزة اني اتنازل واخد المية ألف جنيه اللي حضرتك عرضتهم عليا. ده كان زمان يا حلوة. ليه يا فندم؟ ما احنا لسه فيها. لا مش فيها. اهو انتوا كده فقرة فقرة وعنتظر. الفلوس تبقى قدامكم تتبطروا على النعمة لغاية لما يجي الغراب ياخدها ويطير. غراب؟ هو غراب ايه يا فندم؟ مشكلتك خرجت من ايدي، موضوعك مع البنك. بالسلامة. يعني ده اخر كلام عند حضرتك؟ باردون، الباشا تعبان شوية. لا مؤاخذة، بيريحي انت. مع السلامة لولا. اؤمر يا باشا. مساج طبعا. كنت متأكد اني مش هون عليك. انا مش جاي عشان اللي في دماغك خالص. طب خشي. طب مش هنقف نتكلم هنا. انا جاي اعرف حاجه واحده بس. حاجه ايه؟ ايه اللي بينكم وبين نسيم؟ طب خش. انا عينك كده يا عين عليا. ادي يا ستي حكايه عبده المجنون اللي بقى باشا. يظهر ان انا حظي ما بيجيش غير مع النصابين. انا لما عرفت جعفر كنا عيال في المدرسه. كنت انا شبه البالونه وهو شبه الخرزانه. كان العيال دايما يتريقوا علينا ويضربونا. اكتشفت ان الدماغ دايما هي اللي بتكسب. مشينا في السكه دي. تقدري تقولي كان دفاع عن النفس لغايه ما بقت شغلانه. كمان ما لقيناش اللي يقول لنا عيب. بس صدقيني يا ايه، انا من يوم ما عرفتك وانا فعلا اتغيرت. انا ما يهمنيش انت اتغيرت ولا لا. المهم هتقف جنبي تجيب حقي من نسيم؟ طبعا. جعفر على السلامة يا عايشة. هي دي بقى العوامة اللي بتتم فيها كل الصفقات المشبوهة. نسيم وصل. طب يلا بينا يا جماعة. والمانجا يلا. زلنا هالة وطموحها الأوفر
طبعا خوفي لحسن الساعه تضيع مني خلينا نرجع لها يا بلبل. بصي هو عشان نبقى متفقين هي برضو ثابت عليا يا بلبل. ايه يا بلبل يا بلبل في ايه وانت بتحفظيني اسمي؟ ما انا ما بقتش فهمات بصراحه. ما انت عارف مميزاتهم وعيوبهم، ما اخترتش ليه؟ انا قلت امل ايه، قلت مش جايز يكون ربنا بقى بيديني الفرصه ها علشان اعرف اختار صح. ان هم يبقوا معايا هم الاثنين في نفس الوقت عشان يعني دي تبقى قدامي بص دي ابص دي فاعرف في الاخر اختار صح. يا نهارك اسود، الاثنين في نفس الوقت؟ اعمل ايه؟ لا ده جواز يا امل، ده جواز هو هزار. ولو يا بلبل برضه بقول لك امسك امسك يا بتقولي ولو يا بلبل برضه بقول لك ايه بس مش هعرفك. مش جايز لو كنت انت في مكاني يا امل كان ممكن تعملي زيي. ايه؟ استحاله استخدم الاسلوب الحقير ده. بص يا سامح، انت فيك كل المواصفات اللي تتمناها اي بنت. عارف. ناجح وطيب ومستعد تعمل لي كل اللي انا عايزاه. انت بس وافقي وهتشوفي. ابراهيم انا بس محتاجه شويه وقت اكتر. اوكي يا امل، هسيبك. بس ما تطوليش لحسن اسهل. ده انا لا اكتر من كده هزهق. سيبوني كام؟ قصدي سيبني كام يوم كده؟ خدي كل وقتك. هترجعي تلاقيني بحطة ايدك. قصدي مستني. كلنا مستنيين. زيادة اسعار السمنة والزيت والبيض يحسم الموقف. ايه ده؟ ده انت بقيتي استاذة في اللف. بس بعد ايه بقى؟ انا خلاص بطلت. بطلت بعد ما انا اتعلمت؟ ما انت حاولي تبطلي انت كمان. انا فعلا هبطل. وهبطل اسمعك ومش عايزك تقول اي حاجه تاني خالص. انت بتزعقي كده ليه؟ يعني وانا بضربك على ايدك خلاص مش هحكي حاجه تاني خالص. سلم. يعني انت ما كنتش قادر تحدد مين فيهم الاحسن بس؟ يعني احكي ولا اسكت؟ احكي وانت ساكت. نعم دي زي امشي وانا واقف كده يعني. حاضر يا انا هحكي لك وانا ساكت. حاضر. ده انت فاتك اهم حته اللي انا حكيتها وانا ساكت دي. طب وانا بيحكي حبيبي بلبل؟ بلا بلبل بلا بتاع عشان بعد كده تتعودي تسمعيني كويس وانا ساكت. في ايه؟ ازاي تفتح عليها الجرار وانا نايم كده؟ هنعمله ضرفتين مش لازم ضرفه واحده علشان بس الناس تعرف تدخل الحاجات عشان ده باب خدمه ماشي؟ فده ما تعملوش 120 خليه 240 عادي يبقى ضرفتين ماشي مش مشكلة. اعمل ايه دلوقتي؟ الو ايوه انا عندك. انت في انهي محل من دول بقى؟ اصل صاحب الشغل جه فجاه واقف بره وكان طالب مني حاجات وانا ما عملتهاش فعايز يشوفني. طب انا مالي يا بلبل تاخدني معاك في النطه دي؟ طب اعمل ايه يعني؟ انت كنت واقف في الطريق هعود وانا في الهواء وانا بنط. طب خلاص انا هطلع اقول له انا لا مش لا هنا. لا 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 انا ما بحبش الكذب. وبعدين ما انا هنا اهو ازاي تقولي ان انا مش هنا؟ الله. طب وبعدين ما ينفعش هاري تطلعي انت ده راجل بصباص ممكن يبصبص لك وشويه شويه هتلاقيه بيجرجر معاكي في الكلام فمش هتحرجي هتحكلك هتقولي ده حكاله عشان تجامليه ومش بعيد تلاقيه راح حاطط ايده على كتفك فطبعا انت هتكسفي تقولي له شيل ايدك انت بتستهبلي احترمي نفسك. الله انا هطلع اضرب ام الجزمه ده. نعم مش وقت وقت احنا تحت الباب سيبني راجع حط ايده على ايدك ما مفيش من هنا انت فاهمه؟ هبعت لطلاني دلوقتي حالا تنام جامد عشان هي ما نامتش طول الليل. ايوه هي تمشي. ياسمين هاي مالك موطي صوتك كده ليه؟ عشان الصناعيه بيحبوا يشتغلوا في هدوء. الصناعيه بيحبوا يشتغلوا في هدوء خالص. يلا يلا نمشي مكان الدوشه ده صح؟ يلا يلا يلا. ايه؟ جزمتي جايه دي ايه وانت جايه الفرار؟ دي ايه؟ ده جبس. استنى بقى يا بلبل ما اقدرش امشي كده عيب. يلا ياسمين مش وقته. اهو ياسمين اهو. ايه اللي انت عملته ده يا بلبل؟ مش جاهز ما لازم تتوسع اهو انا اسهلك اهو. خلاص يلا. يلا. نفسك وجيتي ليه؟ ما انا كنت هاجي لك على الحفله. انا قلت اعمل لك بقى مفاجاه في الحماده واجي لك قبل ما اروح الحفله عشان تشوفني. لا بعد كده اي مفاجاه قولي لي عليها الاول. طب مفاجاه ازاي يا بلبل؟ انا هبقى اتفاجئ واقول ايه ياسمين جت واعمل كده عادي. يلا بسرعه يلا. يا نهار ابيض إيه؟ نسيت مفاتيح عربيتي فوق عاجبك كده؟ انت بتستهبلي ايه؟ تعالي تعالي تعالي
تعالي اقعدي عندي في العربيه لحد ما اطلع اجيب لك مفاتيحك من فوق. فين ام مفتاح انا؟ اهو. يلا 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 بسرعه. مالك متلوث كده ليه؟ بالراحه. عشان الحفله، عشان الحفله. ايوه صح، نورتي العربيه. حط الحاجه بتاعتك دي جنب في اي حته. ماشي، خدي ادي مفتاح عربيتي عشان التكييف او الحر. ماشي يلا طول على طول. يخرب بيت اهلك. هو البيبي ده الواحد بيشتريه نازل معايا رجاله زي الجيمز كده؟ رجاله ايه يا بنتي؟ ده عمر رشيدي، انا وعمر بس فريندز. بس رشيدي بتاع الحلاوه؟ لا يا خفيفه، رشيدي بتاع زمان. طب انت سبته بعد من زمان. ايوه بس رجعنا نتكلم عادي يعني. بيس زي حازم اخويا كده. حازم اخوك اللي في خمسه ابتدائي؟ في ايه يا ليلى مالك؟ من الصبح وانت مقيره العدد وبيخلص من الكافيهات والشوارع والمحلات. امال فين بقى الجمهور والفيسبوك جروب اللي زمان وصل ل 100,000؟ في ايه مالك؟ ما هي دي المشكله، سيناريو بيتكرر كل مره. اتخربق في حياتي واكتب من حرقتي والمجله تبيع، مفيش اي حاجه جديده يعني عادي. امال بقى فين الواد الصايع بتاع ارابيسك اللي قالك انه صاحبه؟ ما هو راجل خد نمرتي وانا خدت بومبا من بتوع ابو الليف. بسيطه، اجيب لك امي. هتعملي ايه بقى يا اختي؟ ربنا يخلي لنا الفيسبوك. يا سلام، انت عارفه في كام حسن في البلد؟ احنا ورانا حاجه. اتفضلي جنابك، وريني شطارتك. حسن اباظه، حسن ابو جبل، حسن فورتيكا، حسن استني هتصيحي لنا ولا ايه؟ استني بس. بصي انت هتعملي ايه؟ هبعت له مسج، هاي حسن ازيك انا ليلى. لا طبعا، وقيع قوي، ايه الهبل ده؟ انت ما فيهاش حاجه عادي والله. اقول لك بعتي له بوك. بوك؟ البوك ده سخيف قوي. وبعدين واحد قعدتي معاه على البار وشربتي وهزرتي. اقنعتيني، استمري. بصي ايه ده؟ ايه صوره البروفايل العره اللي انت حطاها دي؟ ايه يا فريده، دي شخصيتي بقى. واحد حاطط صورته عريان على الفيسبوك وبايعها زي حسن ده هيبص لك بشخصيتك دي؟ اعمل ايه يعني؟ اتفضلي بقى تعيد لي عشان اصورك. لا 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 استني بقى. لا دعوه. لا لا فكي فكي، استني. معاكي روج؟ معاكيش روج طبعا. خلاص انا بعرف احط روج. مظبوط؟ مظبوط. اقلعي بقى يا كعبه. لا ما بقلعش. اقلعي. لا لا مش عشان هو صور عريان، اقلع انا كمان. ماليش دعوه، هتقلعي وتقلعي. يوبا ايه ده يا فريده؟ ما بشوفش من غير النضاره. ماليش دعوه، هنتصور مش مهم النضاره. ايه الهبل ده؟ اضحكي عادي يا ليلى. اعمل ايه يعني؟ فيسبوك سمايل. انا ماليش انا في الفيسبوك سمايل دي. فيسبوك سمايل. ما اعرفش اعمل ايه يعني في فيسبوك سمايل. فيسبوك سمايل. ماليش يا حبيبتي انا في الدفت ده. فيسبوك سمايل. اوه انا زهقت. ما تفكر معايا يا بيمبي من الحلقه الجايه موضوعها هيبقى ايه؟ اقول لك فتيات الليل. مالكش فيهم يا حسن. عندك حق. اوبا ده في موزه جامده قوي بعتت لك على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اساسا. لا عندك، انا عملت لك اكونت باسمك وعليه صورتك. ازاي تعمل كده من ورايا؟ ما انا هقول لك يا حسن، اصلا انا كنت عايز الاغي يعني من غير ما الدنيا تعرف حاجه، فقلت انا هظبطك معايا واللي يطلع النص بالنص. يا عم بالنص ايه بس؟ ما تلاغي يا بمبم بس بعيد عني، وريني. ايه ده؟ ازاي تحط صورتي عريان على النت؟ ما انت لابس مايو اهو. هو مش باين يا بمبم. ما انا قصدها قصدها. وريني الزفته دي بعتها بتقول ايه؟ ايه ده؟ دي ليلى. ايه ده؟ البنت بتاعت الباب؟ امور قوي مش كده؟ والنبي انت اللي امور. بقول لك ايه؟ خد بقى كلمها في التليفون. لا بمبم مش طالبه يا عم، اطلع اقفل قدامها وتكرفني زي اللي قبليها، وبعدين انا اصلا مش عايز اشوفها تاني. بس احنا ممكن نتفرج على البروفايل بتاعك. بروفايل ايه؟ بروفايل ايه؟ هو انت هتعيش الدور الوسادة الخالية؟ وبعدين هي لو مش معجبة بيك ما كانتش كلمتك على الفيسبوك. اتفضل كلمها في التليفون. ايوه صح، هي معجبة بيا. بس أمورة. ها؟ أمورة قوي. بذمتك بقى واحدة زي دي هتبص لنا؟ لا طبعا. ما انت مش هتقابلها بحسن ده، هتقابلها بحسن بتاع الباب بتاع ماما.
خد بقى كلامها في التليفون. معاك حق اكلمها بس لما اروح البيت. لما تروح البيت. حسن ما تسيبنيش يا حسن ارجوك، لو هتسيبني اديني كوبري في الوداع من بوقك. بس جاتك البلد خلاص هكلمها. اسكت. رجعنا لبعض. الو الو. ايوه ليلى ازيك، انا حسن، عامله ايه؟ الو هاي ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس؟ مش سامعاك كويس، انت فين؟ لا انا في ريتم بس مزيكا عاليه موت مش عارفه اسمعك. انا كنت في كنت بجرب نضاره جديده بقى في العين السخنه. كنت في العين السخنه بقيس نضاره جديده بقى وكده. يو نو يس اي نو. بقول لك ايه، ما تيجي نتقابل في حته ناخد درينك ونسهر مع بعض و... شور طبعا وات ايفر، يعني اني تايم كلمني نشوف ظروفنا ايه. اوكي انا كمان وات ايفر. اوكي هكلمك بكره بقى. اوكي ها يلا. اوكي كول مي. باي باي. ايه ده؟ بتشكر يا بيبي ميرسي. ايه القرف ده؟ هو ايه اللي انا وات ايفر؟ انا وات ايفر يعني ايه؟ هيخرجك يعني هياخدك فين؟ مش عارفه، انا خايفه قوي يا فريده. هيبقى منظري ايه بقى لو حد شافني؟ منظر ايه يا ام منظر؟ هو في حد يعرفك اساسا؟ وبعدين حتى لو حد شافك يوم الخميس ما حدش عمره هيعرف انه انت. وانت لازم تيجي معايا عشان خاطري والنبي يا فريد، انت اللي عملتي فيا كده. هو انا بخرج بنت اختي؟ وبعدين انا لو جيت معاكي هيقول عليكي هفا وجايبه حد يسندك، انت هتروحي بطولك كده زي الشطره. ماليش دعوه، لا انا عايزاكي معايا والنبي يا فريده والنبي 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 والنبي. بس بقى يخرب بيت سنك. وبعدين انا ما ينفعش اجي معاكي، عندي تظبيطه بره. طارق بورصه صح؟ طارق بورصه مين يا عم؟ ده بقى فعلا ماضي. انا خارجه مع حسن طيار. خالد النبوي؟ خالد النبوي ايه ده؟ حسن وبيشتغل طيار. الله، وطارق بورصه اللي كنت هتموتي عليه لحقتي قلبتيه؟ يا روحي كلهم عايزين القلب اساسا. انا مش زيك، مش باخد كل حاجه جد كده. انا بصراحه جايه اهرج. المهم سيبك انت من الحوار ده، تعالي نشوف هتلبسي ايه يوم الخميس. لازم تفهمي ان سمعه الناس مش لعبه، وانت صغيره قوي ما انتش قد اللعب مع رشد بهلال. كان لازم وانت بتقولي الكلام ده يصعب عليكي حال الناس اللي هيتوقف حالها بسبب تهورك. لا 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 لو سمحت، انت فاهمني غلط خالص. وبعدين كان انتوا عندكم رجالتكم، احنا كمان لينا ناسنا وممكن نزرعهم في قلب مكتبه كمان ونعرف عنه كل حاجه، واللي عايزين نوصل له هنعرف نوصل له سهل جدا علينا على اذنك. انا رحت جنينه حيوانات زلاليمو، شفت زلومه. معلش عايز فريش اورنج. مساء الخير. مساء الخير. لا مؤاخذه يا اخ. اتفضل يا فندم. انا ازاي دي؟ لا هذه اشياء مش للمس. ايه ده؟ انت ايه؟ ايديكي عرقانه ذهب؟ دي مش للمسات. دي اديتها لي واحده من اللي هي بتاعت اللو، واحدة ساحرة. اوه قالت لي دي فيها ساعة حظك، دي من غيرها انت فرد جزمة. عارفة جزمات؟ جزمات. انا عايزة زي دي. يا ولية ما قلنا ما ينفعش، ما ينفعش دي، قلنا دي معمولة لبوشكاش محو. انت في حاجة حضرتك يا كابتن؟ انت في حاجة عايزة مني؟ تفضل يا خواجه، التمثال تمن البضاعة. وعمولتك؟ عمولتك تاخدها من الراجل بتاعك لما يبيع التمثال. بس تمن البضاعة شيء وعمولتي شيء تاني. والله بقى دي العمولة اللي طالعة من ذمتي، وأنا ما يتلويش دراعي. تسامع ولا لأ؟ وعشان تبقى عارف دي نفس الطريقة اللي هدفع بيها الصفقة اللي جاية، وما كانش عاجبك هغيرك أنت والراجل بتاعك كمان. لا اذا كان الكلام بالشكل ده بقى انا هخليك تبطل شغل في سينا خالص، وهخليك كمان ما تقدرش تبيع البضاعه اللي انت اشتريتها هنا في بلدك. لو سمحت
بعت لي كيس بلاستيك عشان عايز ارجع من اللي هو ابو 25 قرش، عارفه الشنطه. خليني، ده مكان محترم. يعني ايه مكان محترم؟ مكان لابس كرافات يعني. انت قليل الادب، قليل الادب وعايز تضرب. ما تخرجش، كان قلبها حاسس. نوال مين حضرتك؟ نوال مين حضرتك؟ يعني مش عارف نوال مين يا نوال، ما اعرفش. شكلك يا ابنهم يا نوال، شكلك من بتوع مامي وبابي. امك شكلها جايبه لك العربيه دي عشان تدفعش خربي وانت بصحابك. سيدك يا 500 جنيه. 500 جنيه بتوع ايه يا حبيبي؟ نصر الله بيهم العربيه. بص شكلك انا بروح على حبيب ديده عليك، لانك انت شكلك اساسا عايز تتضرب وانا دلوقتي فاضي. انت كويس يا بابا؟ كويس. مفيش غير الحكومة تجيب لي حق منك يالا. آه انا اللي هجيب السلسلة وهفرجك نفسك انت واللي معاك دول. سلسلة؟ انا فاهم الحركات دي كويس يالا، انا بقى هوريك. ابويا 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 اطلع بيها ناس من العرب. لا انا عايز الدقي ابن خالد يعمل شرطة هطلع عين امك. اطلع هنا ولا هيعملنا. يا عم لولا يا عمر يخرب بيت اهلك. هو البيبي ده الواحد بيشتريه نازل معايا رجاله زي الجيمز كده؟ رجاله ايه يا بنتي؟ ده عمر رشيدي، انا وعمر بس فريندز. بس رشيدي بتاع الحلاوه؟ لا يا خفيفه، رشيدي بتاع زمان. طب انت سبته بعد من زمان. ايوه بس رجعنا نتكلم عادي يعني بيس، زي حازم اخويا كده. حازم اخوكي اللي في 5 ابتدائي؟ في ايه يا ليلى مالك؟ من الصبح وانت مقيره العدد وبيخلص من الكافيهات والشوارع والمحلات. امال فين بقى الجمهور والفيسبوك جروب اللي زمانه وصل ل 100,000؟ في ايه مالك؟ ما هي دي المشكله، سيناريو بيتكرر كل مره. اتخربق في حياتي واكتب من حرقتي والمجله تبيع، مفيش اي حاجه جديده يعني عادي. امال بقى فين الواد الصايع بتاع اراباسك اللي قالك انه صاحبه؟ ما هو راجل خد نمرتي وانا خدت بومبا من بتوع ابو الليف. بسيطه، اجيب لك امي. هتعملي ايه بقى يا اختي؟ ربنا يخلي لنا الفيسبوك. يا سلام، انت عارفه في كام حسن في البلد؟ واحنا ورانا حاجه. اتفضلي جنابك وريني شطارتك. حسن ابوظه، حسن ابو جبل، حسن فورتيكا، حسن يا بنت ليه فريده؟ استني استني هتصيحلنا ولا ايه؟ استني بس بصي انت هتعملي ايه؟ هبعت له مسج، هاي حسن ازيك انا ليلى. لا طبعا وقيع قوي، ايه الهبل ده؟ انت ما فيهاش حاجه عادي والله. اقول لك بعتي له بوك. بوك البوك ده سخيف قوي، وبعدين واحد قعدتي معاه على البار وشربتي وهزرتي. اقنعتيني، استمري. ايه ده؟ ايه صوره البروفايل العره اللي انت حطاها دي؟ ايه يا فريده دي شخصيتي بقى؟ واحد حاطط صورته عريان على الفيسبوك وبايعها زي حسن ده هيبص لك بشخصيتك دي؟
اعمل ايه يعني؟ اتفضلي بقى تعدلي عشان اصورك. لا 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 استني بقى. لا 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 فكي فكي استني. معاكي روج؟ معاكيش روج طبعا. خلاص انا بعرف احط روج. مظبوط تقلعي بقى. لا ما بقلعش. لا لا مش عشان هو اتصور قريانة على كمان. ماليش دعوة هتقلعي وتقلعي. يو بقى ايه ده يا فريدة؟ ما بشوفش من غير نظارة. ماليش دعوة هنتصور مش مهم النظارة. اضحكي. ايه الهبل ده؟ اضحكي عادي يا ليلى. اعمل ايه يعني؟ فيسبوك سمايل. انا ماليش انا في الفيسبوك سمايل دي. فيسبوك سمايل ما اعرفش اعمل ايه يعني في فيسبوك سمايل. فيسبوك سمايل ماليش يا حبيبتي انا في الزفت ده. فيسبوك سمايل. انا زهقت. ما تفكر معايا بيمبي من الحلقه الجايه موضوعها هيبقى ايه؟ اقول لك فتيات الليل. مالكش فيهم يا حسن. عندك حق. اوبا ده في موزه جامده قوي بعتت لك على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اساسا. لا عندك. انا عملت لك اكونت باسمك وعليه صورتك. ازاي تعمل كده من ورايا؟ ما انا هقول لك يا حسن، اصلا انا كنت عايز الاغي يعني من غير ما الدنيا تعرف حاجه، فقلت انا هظبطك معايا واللي يطلع النص بالنص. يا عم بالنص ايه بس؟ ما تلاغي يا بمبم بس بعيد عنك. وريني ايه ده؟ انت ازاي تحط صوره عريان على النت؟ ما انت لابس مايو اهو. هو مش باين يا بمبم. ما انا قصدها. قصدها؟ وريني الزفته دي بعتها بتقول ايه؟ ليلى. ايه ده؟ البنت بتاعت الباب؟ امور قوي مش كده؟ وانا بنت اللي امور. بقول لك ايه؟ خد بقى كلمها في التليفون. لا مش طالبه يا عم اطلع اقفل قدامها وتكرفني زي اللي قبليها، وبعدين انا اصلا مش عايز اشوفها تاني. بس احنا ممكن نتفرج على البروفايل بتاعها. بروفايل ايه؟ بروفايل ايه؟ هو انت هتعيش تدور الوساده الخاليه؟ وبعدين هي لو مش معجبه بيك ما كانتش كلمتك على الفيسبوك؟ اتفضل كلمها في التليفون. ايوه صح هي معجبه بيا. بس أمورة ها؟ أمورة أوي ها؟ بذمتك بقى واحدة زي دي هتبص لنا؟ لا طبعًا. ما أنت مش هتقابلها بحسن ده، هتقابلها بحسن بتاع الباب بتاع ماما. خد بقى كلمها في التليفون. معاك حق أكلمها. بس لما أروح البيت. لما تروح البيت. حسن! ما تسيبنيش يا حسن أرجوك! لو هتسيبني اديني كوبري في الوداع من بوقك. بس جاتك البلا خلاص هكلمها. اسكت. رجعنا لبعض. الو الو ايوه ليلى ازيك؟ انا حسن. عامله ايه؟ الو هاي ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس؟ مش سامعاك كويسه. انت فين؟ لا انا في ريتمو بس المزيكا عاليه موت مش عارفه اسمعك. انا كنت في كنت بجرب نضاره جديده بقى في العين السخنه. كنت في العين السخنه بقيس نضاره جديده بقى وكده. يو نو يس اي نو. بقول لك ايه، ما تيجي نتقابل في حته ناخد درينك ونسهر مع بعض شور طبعا وات ايفر يعني اني تايم. كلمني نشوف ظروفنا ايه. اوكي انا كمان وات ايفر. اوكي هكلمك بكره بقى. اوكي ها يلا. اوكي كول مي. باي باي. ايه ده؟ متشكر يا بيبي ميرسي. ايه القرف ده؟ هو ايه اللي انا وطفر؟ انا وطفر يعني ايه؟ هيخرجك يعني هياخدك فين؟ مش عارفه انا خايفه قوي يا فريده. هيبقى منظري ايه بقى لو حد شافني؟ منظر ايه يا ام منظر؟ هو في حد يعرفك اساسا؟ وبعدين حتى لو حد شافك يوم الخميس ما حدش عمره هيعرف انه انت. وانت لازم تيجي معايا عشان خاطري والنبي يا فريد. انت اللي عملتي فيا كده. هو انا بخرج بنت اختي؟ وبعدين انا لو جيت معاكي هيقول عليكي هفا وجايبه حد يسندك. انت هتروحي بطولك كده زي الشطره. ماليش دعوه. لا انا عايزاكي معايا والنبي يا فريده. والنبي 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 والنبي. بس بقى يخرب بيت زنك. وبعدين انا ما ينفعش اجي معاكي، عندي تظبيطه بره. طارق بورصه صح؟ طارق بورصه مين يا عم؟ ده بقى فعلا ماضي. انا خارجه مع حسن طيار. خالد النبوي؟ خالد النبوي ايه ده؟ حسن وبيشتغل طيار. الله. وطارق بورصه اللي كنتي هتموتي عليه لحقتي قلبتيه؟ يا روحي كلهم عايزين القلب اساسا. انا مش زيك، مش باخد كل حاجه جد كده. انا بصراحه جايه اهرج. المهم سيبك انت من الحوار ده، تعالي نشوف هتلبسي ايه يوم الخميس. مش فاهم اللعيب الكسيحه ده يعني معمول له الحفله دي كلها مخصوص عشانه. انا مش فاهم. لا مؤاخذه انا اسف جدا. انا اسف. هلسه هانيه عايزك في كلمتين بعد البرنامج. وانا تحت امرك بعد البرنامج. يلا يا رب. مين البت دي؟
دي بنت مذيعه شايفه نفسها حبتين. شايفه نفسها تقف قدام المرايه كتير يعني ولا ايه؟ حتى هتضحك تاني. خلاص خلاص البرنامج اتفضل. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ كيف المشكله؟ والله انا سعيد جدا، كل ما بشوف وش حضرتك بتفائل بيه، بخسر المباراه اللي بعدها. تخليك كده وتخلي المصور يقص لنا كام صوره كده رز الهلال والاربعين حرام بتوع بسرعه. تحب اكلمه لك؟ انا اتعاملت تاني معاه مره قبل كده. عارفه مين اللي هناك ده؟ طبعا عارفاه، بكر العصفوره بتاعت رز الهلال. يا بنتي لا مش ده، التاني اللي جنبه. مين ده؟ ده بقى يا ستي بوشكش محفوظ اللي شهرته بوشكش، فرخه بكشك عند بكر ورشد الهلال، معاهم في النادي. سمسار لعيبه ايه؟ عتيق، يجيب اللعيب من دول ما يقعدش معاه اكتر من خمس دقايق ويكون ماضي. كارثه بقى. كاريرو كوش دي بيه كارياس هجلة. وبجد فعلا بشهاده من الكابتن بكر فعلا بفضل دي بجد. وبعدين بصي للعيب هنا حضرتك، لما تلاقي عنده الفك الشمال رامي على ناحيه الشمال تعرف ان السمانه مقلوظه. انجازات رشد بيه هلال السنه دي مش في مجال الكره بس، لا ده في مجالات شتى. لانه بيعمل جمعيات خيريه، مستشفيات، وسمعتها واضحه. صحيح بيركز في الكره يعني، لان الشعب المصري طبعا بيحب الكره، احنا كلنا مصريين بنحب الكره. طبعا طبعا بحب مصر. بحب مصر. وحضرتك بتحب مصر؟ طبعا. وانا بحب مصر. امال وحضرتك وكل ده وانا بحبك. انت اكيد بتحب مصر برضه. طبعا كلنا مصريين. كلنا مصريين من قلوبنا بجد. امال حضرتك حضرتك لو مسكنا دراع حضرتك ده وقطعناه كده طيرنا بقيه كتعه، هينزل ايه من دراعك؟ دم. الدم ده فيه ايه؟ كرات حمراء وكرات بيضاء، يعني اهلي وزمالك. مصر تحيا مصر بجد من قلوبنا. شيل ايدك شيل ايدك. هو عادي عادي تقع في مناخيرك كده يا بابا؟ انت فظيعه هتقع في مناخيرك. مكتوب ايه كابتن بوشكش؟ ايوه فندم. هل ممكن نروح لكاس العالم؟ احنا مش هنروح لكاس العالم، احنا كاس العالم هو اللي هيجي لنا وفي تاكس. واحنا فعلا قدرنا نتعاقد مع سبع لعيبه سوبر اهمهم واعظمهم على قائمه الموجودين كابتن مناخيره. شيل ايدك كابتن سلعاوي. بجد يعني هو ده اللي احنا، وان شاء الله باذن الله فاضلنا في الفتره الجايه يا دوب حارس مرمى، يبقى كده قدرنا نبقى جاهزين للموسم الجديد. بس الكابتن بوشكاش ناقصنا جون كمان. طب يا ستوب ستوب. ايه يا كابتن بكر؟ ايه مالك؟ ما حارس مرمى هي يعني جون. إيه؟ ما تتكلمش في مواضيع دي خالص، سيبنا المواضيع دي. الله يا ناس يا كابتن بكر. وانت يا عم شيل ايدك من مناخيرك. كابتن استني واحده لو سمحت، انت عايز تمخرب قول ستوب، نديك خمس دقايق نخربها على جنب. مش اكشن تسجيل تروح تضرب صباعك بتطير صاروخ في الفضاء. انت ايه؟ انت ما بتحسش يا اخي؟ انت مش بني ادم. كابتن بوشكاش بما انك وكيل لاعبين وميز، ايوه ممكن تدينا فكره عن مشكله الحضري؟ سؤال ذكي جدا على فكره. بالنسبه لموضوع حسام الحضري، حسام عصام الحضري. ايه ده؟ عصام الحضري. لا دي فكره خاطئه زي ما حصل عند كل الشعب. هو مش عصام، هو حسام. عصام ده كبير، انا سالين انا عارفه. الاثنين توينز يعني توأم، تعرف الانجليزي؟ اثنين توينز يعني توأم الاثنين. هو واحد سابق والتاني قبلها باربع سنين. ده ساعات بيبقى حسام الحضري وفي البريك بيروح منزل عصام الحضري، فتحس ان الواد فيتنس جامد. انما هو اثنين واحد نزل قبل واحد باربع سنين. فهي دي المعلومه اللي ارجو ان انا بصلحها عند الشعب المصري كله وكل الجماهير الحبيبه العاشقه لنادي الترسانه. ايه ده؟ كان بيلعب في الاهلي. شيل ايدك من لعبه في مناخيرك. يا نهار ابيض، انا سايب خطيبتي في الشارع بقى لها ساعه مرطوعه، هروح لها دلوقتي وهظبط لك المصور قبل ما امشي. طب بس اوعى تنسى. لا عيب، يلا هشوفك. سلام سلام. شيك ب 20 مليون دولار. مسيو جان، تعاملاتكم الشيكي بتخليني افكر ان انا ابني مستشفيات خيريه اكتر عشان اقدر اوفر لكم كميات الميلاتونين اللي انتم محتاجينها. وبشكر ايضا الكابتن الكبير بتاعنا اللي على راسنا كلنا كابتن رشدي بيه هلال على المجهودات العظيمه اللي قايم بيها عشان خاطر السنه دي نقدر ننافس تماما وبالظبط ننافس في زي السنه اللي ديكها وزي السنه اللي فاتت بالظبط يعني. يا خبري اسود. يا لهوتي، تخرب بيتك يا فريده. مش قادره. ايه مالك؟ في ايه؟ مش قادره يا فريده، انا مش هشرب تاني ابدا. مش عارفه ايه غيتكم في الخمره دي يا بنتي، انا برجع كل يوم. طب حسن كلمك تاني؟ كلمني تاني بعد اللي عملته امبارح.
هوبا ده رمضان فيها فوازير رمضان ولا هيعبرني طبعا. بفكر ابعت له مسج. لا 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 اتقلي شويه يا بنتي، يومين كده وابعتي له عشان الخطه تمشي صح. ليه يا فريد؟ ليه المواضيع مش بالبساطه دي؟ واحد عاجبني وانا عاجباه بكلمه قال له مساء الخير، ازيك يا حسن، وحشتني، هي وانت كمان، ونعيش في تبات ونبات، وخلف صبيان وبنات. ليه لازم يبقى في خطه؟ ليه دايما في طريقه؟ ليه يا فريده فهميني ليه؟ عشان ما فيش حاجه بالبساطه دي دلوقتي، انت اللي قديمه قوي يا بنتي. اللي زي حسن ده لازم تسحبيه عليكي شويه شويه لحد ما يبقى زي الخاتم في صباعك، تلبسيه الصبح بقى تلبسيه بالليل تبيعيه، انت حره. انا مش فاهمه حاجه. وما فيش امل على فكره. ايه ده ايه ده ايه ده كريم؟ هاي وسمايلي فيس وحاجات فيسس كتير كده، اعمل ايه؟ طب ايه المشكله يعني؟ تلاقيه لما شافك وانت مزه مع حسن سخن تاني. طب اعمل ايه؟ احلقي له عادي كده. احلق له. طب احلقي له. معاكي ريفو. انت قديمه قوي. احلق للبنت تجيلك، روح للبنت تحلق لك. انا خلاص ما بقتش فاهم. بس الظاهر ان ده بقى شعار المرحله الجديده. يا اخواتنا البنات فهمونا، يا زوجات المستقبل حد يرد عليا. ليه لازم نكذب؟ ليه بقينا نلبس وش عشان نعجب؟ كل واحد فينا لازم يلبس وش عشان يعجب التاني. ما نخلينا زي ما احنا وخلاص، واللي مش عاجبه بقى يضرب دماغه في الحيط. وعلى فكرة أنا مش هتحرك من هنا غير لما أسمعكم، لازم تردوا عليا لأن الموضوع مش سهل، ده موضوع كبير. البنت من دول بتبقى عايشة دور مش دور، تبقى متبهرجة ونازلة من البيت يمكن أهلها نفسهم ما يعرفوهاش. أيوة يا بنتي، هجيب أهو، يلا يلا، باي باي. والله أنا مبقتش فاهم، لو يبقى في البنت اللي تعمل دور العفة، والبنت التانية اللي تعمل دور الصايعة المقطعة، وأول ما السنارة تغمز هوب كله بيبان، والوش الحقيقي بيطلع. هو الراجل ده شايفني ولا إيه؟ ساعتها بيبقى شكله طيب. طب ليه من الاول ما تخليش الموضوع وقابل انت؟ خلونا احسن ناخد التليفون ده ونشوف هترد وهتقول ايه. الو ايوه بنج، هرد دقة قلب كاتب عليك ايه النهارده؟ اقرا. اقرا ايه يا ابني انت عبيط؟ هو مين هيعبرها اصلا؟ بعت لي مسج على الفيسبوك وقال لي ويهاد فن لما خرجنا وكده يعني، وبيسالني على الويك اند. انت ليه بس بتعمل الحاجات دي من ورايا؟ هي حسن، ولو قدامك كمان هعمل نفس الحكايه. طب و هي ردت عليك؟ طبعا ردت، وبتقول لك انها فاضيه وما وراهاش اي حاجه. انت بقى هتقول لها ان انت عازمها في سافوي شرم في سوهو سكوير، حفلة جامدة قوي، ومعايا التذاكر بتاعة تيستو. ايه؟ تيستو؟ ايه تيستو ده؟ تيستو يا بنتي ده دي جي. دي جي افرح وكده يعني؟ لا مش دي جي افرح وكده، ايه الفلح اللي انت فيه ده؟ حاجة جامدة وخلاص. بقولك ايه، كلمي حسن وقولي له واحد مخلص زيه اكيد هتلاقيه رايح، وبالمرة بقى نقضيها شرم ومايوهات بقى وتان وبتاع. يا سلام، وانا من امتى اخدتي ليا في الجو ده؟ اعمل ايه انا بقى؟ ما علينا يا ريلى، المهم اكلميه وخلاص. كلمه يعني؟ انت شايف ان انا اكلمها؟ كلمها طبعا. ليلى هاتي الجبن على ما اشوف حاجه. حاضر. الو هاي، ازيك؟ هاي يا ليلى، انا تمام كله تمام. انت مختفي فين؟ لا لا مختفي ولا حاجه، انا بس مطحون مع اليخاندرو شويه. طبعا تلاقيك انت مقضيها بالطول والعرض بقى. لا والله ده انا حتى ما بخرجش، قاعده في البيت. ايه ده؟ في الفا ماركت؟ ايه ده، هو انت في الفا؟ انا عندي تلفزيونات بشتري دي في دي. انت فين؟ وانا بس نزلت عشان اجيب تان اويل اخد تان عشان بنا بتان بعد ما يلا نتقابل. يلا بينا. طبعا يلا يلا نتقابل دلوقتي يلا. Thank you.
شوفي مكانها قد ايه. مشوى كبير وكبير فعلا. مشوى الصدفه الجميله دي فظيعه. لا جميله. اه جات لك الفيسبوك مسج بتاعتي؟ انت بعتي حاجه؟ ايوه. لا ريلي؟ ايوه. لا ما انت عارفه بحلق وبنفض ما بدخلش كتير وكده. هتعملي ايه الويك اند اللي جاي؟ والله هو في بلانز كده بلانز كده. ناس رايحه هنا وناس رايحه هنا. لسه مش عارفه بالظبط هروح فين. اوكي في حفله جامده موت في شرم. انا رايح. تيستو؟ تيستو بموت فيه. فظيع فظيع. تعرف انا وفريده كنا لسه بنتكلم في الموضوع دلوقتي حالا. سمعت التراك الاخير بتاعه؟ بيقول فظيع. فيري كول. هبل هبل هبل. خلاص اشوفك هناك. هظبط مع فريده وابعت لك على البيبي. اوكي ابعتي لي على التليفون اسرع يعني. البلاك بيري بتاعك بايظ؟ بيقع كتير بقى وبيتصلح وكده. لا ليلى انت هنا وانا قلب عليكي الدنيا. فين الجبنه الرومي اللي قلت لك عليها؟ مامي مامي حسن ماي فريند. مامي؟ لا مش معقول. هاي تانت هاي. انا افتكرت حضرتك اخت ليلى. والله مش مامي خالص. اهلا. فيري كيوت فعلا. فعلا يا ليلى فعلا. اوكي ليلى تيك كير. ها كول مي اني تايم. ليلى ما تنسيش. اوكي فانتاستيك. ليلى استني يا بنت. عيال مساء الخير. مساء الخير. هلو ازيك؟ هاي 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 هاي. هبس بوبا ازيك؟ صحابي جدا. قول جدا. هما اصحابك دول ايه؟ مالهمش اسم برايفت نمبر ولا ايه؟ انت ايه؟ ما بتحبش اللمه؟ انا لا بالعكس. مين قال لك؟ انا بحب اللمه جدا. عارفه بتبقى فيها دردشه وناس كده بنقعد نخش في مواضيع ونطلع مواضيع ونفتح في مواضيع ونتكلم كلنا في نفس واحد وما نبقاش سامعين بعض فنضطر نعلي صوتنا فيجي لنا صداع. انا شخصيا بحب الصداع خصوصا لو نصفي. مساء الخير يا فندم. صنوك. تحبوا تاكلوا ايه يا فندم؟ انا اتاخرت كده ليه؟ انت ايه كنت بتعزي؟ ده انا جعان جدا. شوف بقى ناكل ايه؟ ناكل سوشي وش. جرب لو سمحت. هات لنا 2 اوردر سوشي اعمل لنا سيلكشن. استنى بس. خد يا عم كنت عايز. انت يا ستي انا ماليش في السوشي ده. لا ان السوشي هنا حماده هيعجبك قوي. حماده مين؟ وانا هقدمه في المدرسه. قول ماليش فيه. ماشي طالما انت اللي طلبتيه يبقى حماده. ايه ده يا بلبل؟ ايه؟ تاكلك حساسيه من السوشي؟ حساسيه في السوشي؟ فين؟ في وشك. ايه؟ في وشي انا؟ لا يا شيخ. ايه ده؟ ياسمين ده؟ وقعدت تقولي حماده حماده اهو. حماده لعب في وشي اهو. ها ها. بس عارف اجمل حاجه انك تجرب مع اللي بتحبه الحاجه اللي هو بيحبها. ايوه مع ان السوشي ده جاب لي تسلخات. معلش بس كفايه انك حاولت عشان خاطرها مش قلت لا وخلاص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيبي نص رغيف ها حط لنا فيه شويه طبخ على فلترين ثلاثه كده على ورقتين بفره هاكل سندوتش سجاير. حسبي الله ونعم الوكيل. ياسمين ياسمين انت خدت كده ليه؟ ده لسه هيبهدلك. ازيك يا رزق؟ ازي حضرتك؟ بصي بقى ام كتير بس انا غرقان غرقان في شبر ومال دلوقتي. انا عايزك تحددي معايا بالظبط لون من الالوان دي يمشي هنا مع الجو العام. عارف اللون الاوف وايت؟ ايوه. النسكافيه. بس بس يا انا مش عارف غيرك علي بيبي. ادهن 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 لون النسكافيه ده يا رزق. ايه لون النسكافيه ده؟ يعني لونه ايه؟ مش عارف. هي اللي قالت يا بني ادم هو اللون في ايدك ده اللي انت بتشربه اسمه نسكافه. نسكافه. انا ما هقولك. بعتذر لك. ادهن لون نسكافه. الله بص اللون بقى جامد ازاي. حلو يا رزق. تصدق حلو. انا ما كنتش متخيل ان هو يطلع بالروعه دي يا باشمهندس. حلو حلو لون النسكافة ده. بس انت ليه 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 بتاخد لبن كتير كده؟ ازيك يا ياسمين؟ اهلا. هاي يا بني ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ها خلصت رسومات المعرض؟ خلصتها كلها. بس بصراحه يا رانيا انا جيت في الاخر ووقفت. ليه؟ يعني قلت امشي رجلي شويه. حبيبتي حبيبتي اطلعي على المكتب خليهم يعملوا لك منها برنت اوت. طيب مش عايز مني حاجه؟ لا خلاص مشيت. يلا باي باي. تشربي شاي؟ لا ماليش فيه. اشرب نسكافيه. اعمل لك ولا نلحس من على الحيطه؟ لذيذه قوي رانيا دي على فكره وشيك حاجه تشرب يعني.
هو انت ما بتغيريش يا ياسمين؟ انا غير ليه؟ طب ما هي قدامك من زمان، لو كنت عاوزها كنت اتجوزتها يا سلام. ده انت ما عندكيش فكره، اصلا الغيره دي بتخنقني. احسن حاجه فيكي انك ما بتغيريش على فكره. بابا عايز يقابلك. لا والله. اقابل امه، اقابل حضرته يعني، ماشي هحدد له ميعاد. اوكي. هي عايز يخطبك؟ قول لي يا بول. ايوه يا عم. انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. انت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه احنا عندنا شاليه صغير كده في الاسماعيليه لما بروح بصطاد. جار؟ لا لا بوص. خوص. بقول له جار يقول لي خوص. خوص ايه؟ لا يا عمي لا. استنى يا ابني لما اخلص ضحك. خوص. خلصت؟ خلاص. بوص، انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم. خوص برضو. اتفضل اتفضل يا بوس. بوس بوس. امشي. ايوه اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعال اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله. اهلك بلبل. اهلا اهلا. ما شاء الله يا عمي ما شاء الله. حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره انا بحب الصيد مش السمك، عشان كده انا اتجوزت 3 مرات. طبعا ما تقوليش انك بتحب الصيد زيي. طبعا. امال انا اصطدت ياسمين ازاي؟ طب بعدي بعدي. احنا ايه مش هنتحرك بقى ولا هي دي الخروج؟ هنفضل قاعدين كده عليهم كده. امال فين ابوك؟ بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني ايه؟ اصل بقول له مش عارف ايه، قال لي استنى لما بطل ضحك وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. اه لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك. هيفك ويحصل ايه؟ ما هيفك هيجري يعني. احترم نفسك. بلبل اهو. فك فك. اجري اجري. اهلا كابتن بلبل. شويه. اهلا اهلا. منور اعالي البحار. بوجودك والله بوجودك يا عم. هات لي كل ما غنى. ايه ده لقيته ايه كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي لسه. طعم؟ جمبري جامبو. واو. صبيت. جمبري وصبيت؟ هتصطاد بالجمبري والصنبيت؟ طب على كده هتصطاد ايه بقى؟ رز؟ على فكره انا قلت رز هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد. تعالى معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونه؟ عايز تغديني تونه؟ بتاكل السمك جمبري وصبيته هتغديني انا تونه؟ لا انا هتغدى طعم. خليني مع السمك احسن. ثلاثين سنه صيد عمري ما اصطدت سمكه زي دي. ودي تعمل كام علبه تونه دي يا عم؟ تونه ايه؟ دي قشره بياض يا ابني. طب تعمل كام علبه قشر بياض يعني؟ انا لما ارجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم واوزع عليهم الصور واقهرهم. ممكن اتصور معاه؟ طبعا يا حبيبي. اتصور على ملبس وارجع واتصور انا كمان. ماشي ماشي. اوفر بس. ثانيه واحده. يلا يلا. سمايل. فعلا فعلا سمكه رهيبه رهيبه. هلا بلبل انا جاهز للصوره التاريخيه. فين سمكتي؟ ها؟ انت فين سمكتي؟ ماليش دعوه بلبل وقعت. طب هتعالوا بالتدريج. طيب هي وقعت هنا لما انت اتاخرت فزيت ومشيت. ما انا عايز اصور جنبها. خد صورتي خد صورتي يا عمي انا مش عايزها. اقول ليه يا عزيز يسري دلوقتي؟ في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك اهدى 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 اهدى. ولبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها هنلاقيها يا عمي ان شاء الله. هتروح فين؟ هنلاقيها. هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه. هنلاقيها يعني اصطاد هيصطاد غيرها. اهدى اهدى بس يا عمي اهدى. اهدى. اوفر فعلا اوفر برضه يا عمي. يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود. نصطاد. احنا جايين نصطاد. ما احنا واحنا جايين احنا جايين نذاكر. احنا جايين نصطاد رحله يعني. ايه يا عمي نصطادها تاني نصطادها. لا مش دي الثانيه. خد ابيض واسود. عايز سمكتي.
فيدا سيونا بليسي ما فارتكا. ايه فارتكا دي؟ يعني فورتيك. وش معنى يعني دي اللي مسكتي فيها؟ عيب عليك، انا بفهم ايطالي على فكره. ماشي يا عم الغواص. احكي لي على الغطس اكتر يا روبرتو، انا كنت بحب البورصه ودلوقتي بموت في الدايف. فيدا حبيبي دي موهبه، وبعدين يا روبرتو مش اي حد ولا ايه؟ هو روبرتو ده اسمك الحقيقي ولا النيك نيم؟ شوفي يا فريده، عشان انا قلبي ارتاح لك هسيبك تخمني اسمي الحقيقي. وانا كمان. انت اسمك مش فريده؟ لا انا كمان ارتحت لك يا رامي. صح رامي. اديها كمان زق. بقول لك ايه، الولد اللي قابلناه في ابستراكت كريم. كريم مين؟ ايه ابستراكت؟ اه كريم. كريم 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 ده جاست فريند عادي، مفيش بيني وبينه اي حاجه. فعلا؟ ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. شربوا حاجه؟ عندك ايه فريش؟ عندي مانجا، عندي ستروبري، عندي جوافه. ممكن جوافه؟ مين دول؟ دي بتحب جدا. جوافه؟ لا عبده بيجيب مع الاجانب قوي. يا بيدو. طب عبده روبرتو بص انا هروح اجيب بس حاجه من ليلى وجايه. اوكي. على فكره مش بس الاجانب اللي بيحبوا عبده. يا نهار اسود. حسن بعك شكله بيشرب ليلى مغات. يا عم ما يشربها مغات والله بوظه، انت مالك؟ ده كده هيقعد في قرابيزنا طول العمر، خلينا نخلص منه بقى. استنى قوي. يا دماغك السقع، جوافه قبل التكيلا؟ يا بنتي قلت لك 100 مره مفيش حد حمل دماغك دي. ايه ده يا حسن؟ فودكا بالاورنج يا لئيم. جوافه؟ ليلى احكي لهم على البارتي بتاعت ثانوي لما خلصتي على البار كله واخدتي جايزه احسن رقص بلدي. على شوقنا اكتر، شوقنا. ايه ده انت بترقصي؟ انا بس بطلت ما بيلوموني والله. حسن قول لهم بقى على يوم العجمي لما نزلت مع الشروسي الميه بلابيس. بلابيس؟ لا 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 خالص. بلابيس ايه؟ كنت لابس مايو يعني عادي وان بيس. اه وان بيس كان كاب بس كان جسمه تحفه. ليلى ما بتتهدش. حسن ما بيتهزش. رهان ورقه بمية. بارمن راوند تكيلا بسرعه. يا ماما يا ماما الحي. حسن ايه يا بمبم؟ انا لو تعبت انت تشيل، انت لو تعبت اوعى تنزل. انا فريده هتعذبني، انا عارفاها والله. هتقعد تقولي لي الهليكوبتر ياما الهليكوبتر وسرير بينزل بيا، مش هتصحى قبل سنتين. وانا بمبم ودنيا مش هصحيهم دلوقتي خالص غير واحنا مسافرين. بقول لك انا بصحى بدري قوي، تيجي الصبح نصحى نتكلم. لا قولي نتكلم، ما نتفق من دلوقتي نفطر مع بعض. ده نتقابل على الفطار. مش عايزه اقول لك فريده عملت فيا ايه طول الليل امبارح، عماله تقولي لي الهليكوبتر ياما الهليكوبتر، مش عارفه انام منها طول الليل. وانا برضه بمبم اول ما دخلنا الاوضه نام زي القتيل. ضايعين قوي العيال دي. ميرسي. الله دول عاملين زي الفورتشن كوكيز، كنت بحبهم قوي وانا صغيره. وانا كمان. تعالي نفتح. الاشياء ليست كما تبدو وكذلك الاشخاص، انت طلع لك ايه؟ كن واثقا من احساسك. اي كلام على فكره. يمكن. الو ايوه بمبم. احنا جايين اهو، مش وقت الكلام ده بقى. طيب انا هروح الحمام على ما تخلص تليفون. اوكي طيب. اوكي يا ليلى. ايوه يا زفت. ايوه يا سيدي ظبطت. ليلى حلوه قوي حلقه الكابوريا اللي انت بتحلقيها لي دي. ازيك يا كريم؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. يومين بلف وراكي في شرم كلها وبيبيهات وفيسبوكات، في الاخر ليكي واقفه لوحدك. طب على الاقل وريني السبب اللي واخدك مني. اصل انا الموبايل ما بيبقاش معايا، ببقى سايباه في الاوضه. سيبك من الجو ده كله يا كريم، من الاخر كده انا مش بتاع جيرل فريند وبوي فريند وبوسي مان وكل، انا مش ده جوي خالص. وانت يعني كمان يعني. انا ايه يا ليلى؟ احنا ما لحقناش نعرف بعض اصلا عشان تحكمي عليا. خليش مظاهر تخدعك، انت اعلى من كده. رايحه تياس النهارده؟ اه غالبا. غالبا ولا شهور؟ لا شهور ان شاء الله. اشوفك النهارده باذن الله. تحلاوي كل مره بشوفك فيها. شوفي ليلى. سوري تاخرت عليكي بنت صاحي، مش فاهم حاجه خالص. طب يلا بينا. لا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. يلا بينا.
تفتكر الواحد ممكن يقعد يحوش كام سنة عشان يجيب مركب زي دي؟ زي دي؟ يعني تقريباً 20-25 سنة كده، ده بالتقريب يعني. ده إيه الإحباط ده؟ بس ده لو لوحدك، إنما لو معاك شريك ممكن الموضوع يبقى أسرع بكتير. أنا ما عنديش شركة، أنا لوحدي كائن سعيد. لا ده كلام فاضي، ده كلام بنقوله عشان نضحك بيه على نفسنا. يا سيدي أنا مبسوطة لوحدي. الله يا ست، هو حد يكره يا رب دايماً. طب أنت مبسوط لوحدك؟ أنا؟ لا أنا خلاص اتعودت على كده. عارفة؟ بقى مبسوط أكتر لما أشوف أصحابي وكل اللي حواليا هما اللي مبسوطين وبيضحكوا. تعرفي مرة عملوا لي مفاجأة وعملوا لي عيد ميلادي في الاستوديو. كنا كلنا موجودين وتصورنا صور كتير قوي. بس هي صورة واحدة جماعية كنا كلنا فيها مبسوطين. يعني الصورة دي اعتبرتها أهم هدية جات لي في عيد ميلادي. طب أقف بقى صورك مع المركب اللي عمرنا ما هنشتريها دي. تبسم. المزيكا يا حسن. مزيكا؟ هي فين المزيكا دي يا معلم؟ ما هي تحتك يا حسن. ما المزيكا شغالة اهي. الحفل ده بتسميه مزيكا؟ ده اسمه ترانس. ترانس؟ يعني اللي عامل الحفلة دي واحد كهربائي. حسن حسن يا ابني ما تركزش عشان ما تهيس. ارقص. جنس قوي. ايه ده؟ هي الناس دي سامعة حاجة غير اللي احنا سامعينها؟ يا بنتي هو ده ترانس. لو النبي. الو ايوه يا حسن انتوا فين؟ الو ايوه يا ليلى. انا مش سامعاك كويس، انتوا فين؟ يا ليلى الو الو بقول لكم ايه؟ اروح اشوفها فين واجي لكم. يا فريده يا فريده، انت كنت كل ما تصحي واحد تجيني واحد. يا فريده حصل خير، تعالي ندور عليهم. طب انت صحابك معاك؟ ايه؟ صحابك معاك؟ مش مهم، المهم انت. يلا حسن، ايه اخبار جيستو معاك؟ جامد اخر حاجتين. الحفلة جامدة جدا فعلا فعلا. بس عن اذنك عشان انا بدور على حد. عليكم كويس قوي اني لقيتك، عن اذنك بقى. احمد يا حسن انا عايزاك. نافورك بيدي برضو. معلش ادينا بندور اهو. بقول لك ايه، مش ده حسن اللي شفته معاكي في ابستراكت؟ اللي مكلبش في البنت ده. هو. يلا نروح. لا 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 لا. أنا بدور على بيت صحابي، أنا ليس صحاب كتير قوي هنا. شور؟ شور. طب نروح نشرب حاجة؟ أي حاجة. يلا؟ يلا يلا. والله العظيم هكلمك وأعملك أد على الفيسبوك كمان، أوكي؟ وعلى البي بي كمان وهتنسى. لا مش هنسى مش هنسى، بس خليكي واقفة هنا زي ما أنت. أوعى تتحركي، هروح الحمام وأجيلك. بتعملي ايه هنا؟ انا بكلمك من الصبح. ايه الاخبار دي من ساعة التليفون؟ في ايه؟ ورا ليه يا معلم؟ اتنين كابل بيرقص، مش محتاجين حد تالت يعني. ما تتدخلش انت، انا ما بتكلمش معاك. انا جاي مع كريم على فكره. ما ده اللي انا بحاول افهمه له. انا سايب صحابي وقلب عليك المكان عشان في الاخر تقولي لي جاي مع كريم. ايه ده بتزعق كده ليه؟ كان في حاجه بيني وبينك. انا عمري كان في حاجه بيني وبينك، ولو كنت فهمت كده تبقى مشكلتك
مش مشكلتي، احنا اصحابه بس، فاهم؟ يلا يا كريم. يلا يا حبيبتي. ده تسجيل كامل للحفله من الكاميرا كنترول بتاعت الاوتيل. ايه؟ هتفرج على الحفله من اولها لاخرها؟ مشغل بس. جري شوية. ايوه زوم بقى. بوشكاش محفوظ؟ شوية وجدت متعة غير عادية. الخروف باص في عينيا وانا باصص في عينيه وهو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجة. زليت الخروف بالسل قبل ما يموت. مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف ده. استنى استنى ثانيه واحده. يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ اما انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. اسمك ايه؟ انا قوي في الاكل يا ولاد علشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك على ايه؟ لا بقى اكيد حضرتك بتقول دعابه. طبعا دي دعابه. ده ما ناسه في الترابيزه. التقلوش ايه ده؟ هينزلوا يقعدوا يرجعوا الماتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عم شوف النبي. بلاش انا بلاش انا. انا بص خلينا نلعب في اللعب. استرجل ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب فيك جول. تعمل ايه؟ اروح يا هنا يا مجانين. يعني ايه ماليش في الشقه؟ قلبنا الشقه حته حته ما لقيناش فيها اي حاجه. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعة، ايه اللي هيحصل؟ هجيب لك من تحت تغطي الارض، بس هو يفتح تليفونه. فواي بقى مش كل شوية هتقعدي تقولي ماما والوفاة والحاجات دي بقى، يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت. خالص؟ لا طبعا عمري ما عيطت، خالص.
ولا حتى وانت بتخرطي بصله كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفه كده، او انت نايمه نزلت كده، او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيلي الفاترينه بتاعت الكبه اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد، يعني عينيك انت ظالمه عينيكي كده. ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينسز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ اوعى تعضي. ماشي اقدم ايدي. الله، طب وبخبيهم ليه؟ ها ايه رايك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رايك؟ هات بقى النضارة. هات هات بقى. أقود لبلا. خد يا هاني. الله يحنن عليك يا يحنن عليك. لحظة. ايه يا عم بابا؟ ايه؟ بشويش علينا يا بابا. بقولك ايه؟ لو بتتنحنح بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان قادر ارجع الشغل تاني، فاعمل حسابك ان انا مش هرجع تاني. انا مش بكلمك عشان الموضوع ده، انا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي تعال خد الفلوس اللي عندنا دلوقتي. بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع، انا عايز اشوف وشك، ولا وش رشد بيه، ولا وش رجلي. بس احنا لينا حاجه عندك يا بوشكش. حاجه ايه؟ شويه ال شويه 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 الاسطوانات والاوراق. ايه اعلى مفخلك اركبه يا نادي زباله يا اللي ما فيهوش لعيب الا كسر بعد كسر. سلام يا مخربيه. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانه؟ انا ما انت عارفه كل حاجه اهو. تسالي ليه بقى؟ عشان عايزه اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعه النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعه النادي اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هاني، ده انت فكرتني باحلى ايام عمري. ماتش اعتزالي بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعه وساعه صلاه. انا نفسي افهم الموضوع. حاجه غريبه. انت عارف ان رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لا؟ ايه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا ايه؟ بجد يا بوشكش انا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت. في ناس بتقول انه بيتاجر في السلاح، وناس تانية بتقول انه بيتاجر في المخدرات، وناس ثالثه بتقول. ولا بلاش، مش عايزه اتكلم على اعراض حد. اعراض ايه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحه بقى لو كان في حاجه عليه انا كان يعني كان زمانه اتمسك من زمان. انت عارف ان رشدي هلال مش سهل انه يتمسك. ليه يا ست؟ بيجري بسرعه يعني ولا ايه؟ انا بس هتجرأ وهقدم لك بس هديه بسيطه كده. ميرسي. علبة عجبني الملمس بتاعها في القطايف كده. ميرسي. حلو قوي. خليك. ايه ده؟ ايه دي فاضيه؟ ايوه انا اسف، اصل كنت جايب واحده تانية صغيره كانت ارخص، فجبت جبت واحده اغلى فشلتها بقى هنا كده. الهلال عشان تفتكريني في رمضان. الله حلو قوي. ميرسي يا وشكش. عجبتك بجد والله؟ قوي تحفه. الله يخليكي. ميرسي. تهادوا تحابوا، عارفه؟ تهادوا تحابوا يعني نتهادى احنا الاثنين، فده بيبقى حب يعني. حب مش حب يعني، بس يعني حب فيه ود يعني. فانت لو وديتيني هديه زيها سلسله هتبقى انت فاكراني كويس في رمضان بالهلال، وانا فاكرك بعد رمضان في شوال. سلسله؟ اه يا ريت يا ريت لو سلسله تبقى بجد. بس انا خايفه ما تعجبكش. اكيد هتعجبني من المصحف، والله اكيد هتعجبني. ايه ده يا هانية؟ ده بابا كسبها في اخر مصارعه التيران ده ولا ايه؟ هايله والله. عجبتك؟ اه طبعا.
مش من بابا؟ ممكن اجيب الشنطه بس؟ اه اتفضل. تقطع الجيم وسنين والسوق. على فكره متشكر قوي على صينيه الشاي اللي انت مقدمها لي دي. متشكر قوي يا هاني. العفو. بكر اسمع لاخر مره، نفذ اللي قلت لك عليه. اوكي يا رشدي بيه. انا مش فاضي اللي اعمل عياده. هيحصل. بجد؟ لا بتهرج اكيد. طب بص انا لازم اقفل، هكلمك اول ما اخلص. اوكي باي. عبدو ده طيب قوي، تحسيه مصري كده، مش واخد من ام تي في وميلودي. تفتكر انا مدلوقه قوي ولا لا؟ انا اللي هنصحك يا فريده، ما يهمكيش. لو بيحبك هيعمل للي عشان يبسطك. اتبسطي، انا لازم امشي. هو انت بجد مقتنعه باللي عملتيه مع حسن؟ ايوه انا كنت معجبه بكريم من الاول. وبعدين انت مش قلتيلي ما تاخديش الامور جد زياده عن اللزوم؟ ايوه بس حسن بيحبك. لا طبعا ما بيحبنيش. حبني امتى يعني؟ احنا لسه متعرفين على بعض، هيحبني ازاي؟ يا سلام، اللي يسمعك دلوقتي ما كانش يسمعك ساعه ما كنتي اول ما تتعرفي على ولد تجيبيه بيتكوا تاني يوم. مش حاجه بتفضل على حالها يا ديدا. سلام. شوني يا غادة؟ هاي بيبي، انا روح التواليت متأخرش بقى علشان نلحق نروح. اوكي. مين دي يا حسن؟ انا قلت لك غادة. ايوه يعني غادة مين دي؟ دي تبقى بنت خالة واحدة صاحبة جارتكم. مالك يا حسن في ايه؟ مالي يا بنبن، ما انا زي الفل. بس انت متغير خالص يا حسن. يمكن. توني. لا مش يمكن، ده اكيد. لا بقيت تظهر ولا بقيت تتصل وبقيت تيجي هنا لوحدك. حسن انا لما قلت لك اتغير ما كانش قصدي ان انت تروح بعيد كده. خير امور الوسط. وبعدين ما تخليش موضوع زي موضوع ليلى ده ياثر فيك بالشكل ده. ما تقلقش عليا يا بمبم، انا في الوسط. بقول لك ايه؟ انا رايح افطر في مكان تاني، هتيجوا معايا؟ طيب خليكم. عجبك؟ لا مش عايزه اشرب خالص. اطلب لك حاجه اخف. لا لا مش عايزه اشرب خالص يا كريم النهارده. ليه يا بنتي مالك؟ مش عايزه اشرب. طب تعالي نرقص. لا ماليش نفس. طب نعمل اي حاجه؟ طب ما احنا واقفين اهو. انت مالك في ايه؟ مفيش حاجه، بس مش عايزه اشرب النهارده، ما عنديش مود يعني. لا ده انت فصلان بس. ليه فصلان؟ عشان مش عايز اشرب مش عاجبك؟ لا من الناحيه دي انت عارفه انك عجباني وقوي كمان. اثبت لك حاجه. ايه يا كريم انت فاهم؟ اثبت. انت بتعمل ايه يا كريم؟ اثبت لك. انت سكران على فكره. سكران؟ ايه مالك يا لولا؟ في ايه؟ ما الناس كلها اهي فوق بعضها واحنا في مكتبه. ايوه هم احرار يعملوا اللي هم عايزينه، انا مش عايزه اعمل كده. اه ده انت هتمثلي بقى ولا نسيتي يوم حفله تيستو؟ ما انت كنتي مقضياها يا لولا، في ايه؟ انا يا كريم مقضياها وبمثل؟ اه بتمثلي يا لولا. لا انا ما بمثلش على فكره. انت اللي عندك مشكله في قرايه الناس على فكره، ما تعرفش تقراهم كويس، عندك قصر نظر. انا ماشيه. اوعى ليلى، اوعى. حسن ليلى ازاي؟ ازيك؟ مساء الخير. هاي. هاي كويسه؟ تمام. انا كويسه جدا، ما فيش حاجه. انجوي. انت هتفضل متنح كده كتير؟ خليكي انا جاي لك. حل سيبني يا كريم. انا حسن يا ليلى. ايه حسن؟
انا عايز اعتذر لك عن اخر مره شفتك فيها، لان انا كنت حقيقي حيوانه وقلت الادب وقلت لك كلام انا مش عارفه بجد انا قلت ايه، وكريم الزفت ده خلاني اشرب كتير. ليلى ليلى تعالي، مفيش داعي ابدا للاعتذار. وبعدين انت قلتي لي قبل كده ان احنا اصحاب، عشان احنا اصحاب انا قلت اجي اطمن عليك. ايوه احنا اصحاب صح، مظبوط احنا اصحاب. انت كويسه؟ تمام. انا كويسه. تحب اجي اوصلك؟ مرسي. طيب خلي بالك على نفسك. مش كل حاجه بنلقاها زي احنا ما بنتمنى، في الف حاجه تفرح وقصادها مليون يجرح، وتملي بنعلق روحنا بحاجات بعيده ونهوى. حلو بقاله مده، بقاله حوالي اسبوعين، عايزاكي تكتبي مقال بقى توقفيه عند حده، عايزاه يتجنن. الواد ده مستفز قوي، والنوع ده لازم نجيب معاه من الاخر. عايزاه ياخد العدد من هنا يا ليلى، يحطه مطرح ما هو عايز بقى. ها حط. يلا اتكي على الله بقى، عشان عندي دلوقتي ميعاد بتاع الفيس مساج. يلا ماجدة، ممكن اسالك سؤال؟ خير. هو انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ عشان ما لقيتش الراجل اللي يحبني زي ما انا عايزه، يحبني بطريقتي مش بطريقته. وايه بقى اللي انت عايزاه؟ انا قابلت رجاله كتير في حياتي يا ليلى، صح؟ عارفه كان كل مره ايه اللي بيبوظ الموضوع؟ التوقيت. التوقيت. وقت كنت حاسه ان شغلي اهم حاجه في حياتي ومش عايزه راجل يعطلني. ووقت لما كنت بحب حد ويضايقني ما كنتش بحاول معاه، لاني كنت حاسه دايما اني هلاقي حد احسن منه. ووقت اخترت ابقى لوحدي من غير وجع دماغ، يعني من غير راجل. طب ولا مره حسيت انك كنتي صح؟ ولا مره. ليلى، الست بتحس بالراجل اللي بيحبها، تعرفه على طول. لو لقيتي حد بيحبك امسكي فيه، ما تسيبوش، ما تضيعوش من ايديكي، ما تخليش الوقت يسرقك زي ناس. يلا خدي الباب في ايدك عشان الوقت بيجري. ميرسي يا مجد. اسمع يلا، حياتك قصاد الاسطوانه دي، بطل بقى تلعب لعبه انت مش قدها، انت والبنت اللي ملموم عليها. بقول لك ايه يا بكر؟ ايه بقول لك ايه؟ والنبي مش ناقصه تهديد، هي انا خلاص مش فارقه معايا، انا عمال اتكحول كل شويه لما خلاص قربت اتقلب قرد، فمش ناقصه بقى تيجي تحدف لي في قشر موز يمين وشمال. الله، وبعدين تعالى لي هنا. هي اسطوانه ايه دي اللي سايبها منفصلك قوي كده؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمه من اللي انت قلتها، وهسيبك تراجع نفسك لغايه ما تجيني باللي انا عاوزه وانت راجع. مش هيحصل، مش هيحصل يا بكر بيه، الا لما الاقي انا حاجه على مزاجي، حاجه كده بتتلبس في الرقبه شكلها مقطط، حاجه دي يوم ما هلاقيها هرجع لك جامد قوي. ومش انت لوحدك بس، لا
انت ورشدي بتاعك بس يا سيدي. وانا وهيخرجك في عيد ميلادك ده الواد شكله وقع قوي. بس تعرف انا حاسه ان الواد ده غير العصابه اللي ملموم عليها دي خالص، يعني طيب كده وجدع غلبان، بس على مين؟ برضه هحاول معاه. هتحاولي بشكلك ده؟ ايه يا عم انت ده؟ ماله شكل؟ ما انا لابسه قميص وبنطلونه ولا طلع لي شنب. يا بنتي لا، بس بشكلك ده مش هتعرفي توصلي اللي انت عايزاه. ايوه صح عندك حق، بس انا هوريك. هتيجي؟ ما هتجينيش. هتنطرني؟ ما هتنطرنيش. هتزحلقني؟ ما هتزبحلقنيش. ايه ده؟ هانيا؟ لا والله يا هانيا بجد؟ انت اختلفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس بقى ما تكسفنيش. شفت نفسك في المراية عاملة ازاي؟ شعرك فرتيه وحلقات دقنك ايه ده ايه ده ايه ده بجد؟ انا اتثبتت. انت ايه ده؟ يلا بقى اطلبي حاجة كلها. انت جايه دايسه جامد ليه كده؟ جايه عايزه اكل على طول كده. اسمحي الورده دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا معلش كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا انا محضر لك مفاجاه. مفاجاه؟ كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hayla. Happy. Hayla ايه؟ هانيا هانيا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هانيا. هانيا صح صح. أيوة هانيا هانيا. Happy birthday to you هانيا. شكرا. ايه ده بتقلب الخفايا بالليل ولا ايه؟ غريب قوي. ليه غريب ليه؟ وحنين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بالراحه عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهارده ده خلاني احس ان انا عايشه لوحدي طول عمري. حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنه وانت طيب. يا ستي بس بالراحه كده شويه بس. انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نقلبهاش غم، بيني وبينك تعالى نتكلم. ها انت منتظره ايه من العصابه اللي موجوده عندك في قلب البيت؟ النبي منتظره ايه؟ دول لو فكروا في الصحوجه هيودوك افغانستان والله. ويوم ما تطلع في ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم هيعملوا في عيد الجلاء. انت نصيبك بقى في الهدايا طبانجه سمكي نص الي، المهم ان لازم يكون في جريمه قتل هتتم في الليل. بيني وبينك بقى في شويه كده مز كده عمل لك الحفله دي والقعده دي قبل كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما اسمحلكش بالكلام ده، انا مش بتاعت كده خالص. ايه اللي انا مش بتاعك كده خالص؟ هو انا قلت لك تعالي البيت؟ انا بقول لك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه؟ انسى. سوف لا نشتري شجرة، ستكونين أنت الشجرة وسنعلق عليها أحلامنا. أي طبعا. وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا. قولوا أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. دي أغنية كاظم الساهر، بس ده طبعا كاظم الغيظ. هنقول احنا لسه حبايب، يوه ما خلص قلناه. هنقول لسه قلبنا داي، يوه ما خلص قلناه. هنقول احنا لسه حبايب، يوه بقى. ايه 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 يا غالي هي غلاسه وخلاص. انا عايز ابسطك. تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. احنا مش اتفقنا؟ لا ما اتفقناش على كده. وما تعملش كده تاني مره، ما تعملش كده تاني مره. احنا متفقين على اغنيه واحده بس، هابي بيتزا صح؟ هابي بيتزا
مش كده حصل ولا لا؟ دخلتني بكاظم الساهر وسددت لي جيوب الالفيه بوسكيت، ودخلتني بعدها بمصطفى قمر. هنقول احنا مش ناقصه. طب اسمع دي، اسمع مش هسمع دي. وايه القرف اللي انت لابسه ده؟ ايه لابس لي قعده عربي؟ يلا يلا انتك يا عم مؤسس في التباتة تأسيس أساسي يعني في الغلاسة. أنا أرد على التليفون بس لحظة. ألو أيت هاني قاعد مع مين؟ تضرب محشي؟ أضرب محشي. صلي على النبي، بيتنا كله منور. كل يا حبيبتي بالهنا والشفا. ميرسي يا ضنت، بجد الأكل حلو قوي، تسلم إيدك. قولي لي يا حبيبتي، أنت متجوزة؟ يعني معلش يعني لو متجوزة تهاني هتفضل قاعدة معانا كده يعني قاعدة دي يعني؟ أنهي نطع هيقبل حاجة زي كده؟ شيت يا واد اسكت، بجس لك نبضة. يا ستي تجس نبضة إيه؟ وأنت شايفاها عندها بوط ويا قاعدة. اسكت بقى. ولا مخطوبة يا حبيبتي؟ ولا دي كمان. النبي الواد بشكر ده زي العسل وما ينفدش. يا تهاني ما ناقص تقولي لها يعني احنا جايبين له الصيني والنجف ومصاري النوم كمان بالمره. بالك انت بقى كوبايه الشاي بعد الاكل فوق سطوح بيتنا ما تتفتش برضه. ايه يا وليه يا وطي احترم اللي جابه كرامه اهلي. ايه ده؟ الرجاله اللي في الحياه الشعبيه حاجه بقى يعني. الراجل راجل دمه حامي وسخن، راجل بجد. يا راجل يا نايت كفي. ايه ده؟ انت مرقلي مرقلي ليه كده؟ محسسني ان انا بشتمك اهو يعني. يعني هم كده تقريبا بيلغوا بعض يعني. تقريبا كده بيلغوا بعض، دول هيموتوا بعض. ما هي دي بدايه الصلح. والنبي عايش ما تلمسنيش. شفتي ده الليله؟ معقوله بعد الفضيحه اللي عملوها دي يتصالحوا بالسرعه دي كمان؟ حياتك وبالسرعه دي هتلاقي 18 عيل بيجروا في الحاره بكره. سامع سامع الكروان ده؟ بمناسبة العسل بقى بتاع أختي. مش فاهمة حاجة. يا العسل بتاع أختي تهاني لما قالت الواد بوشكش ده عسل وراحت بصالك كده، هل أنتي العسل ده هو فعلا نفس العسل اللي عند أختي ولا أنا أروح أجيب عسل من برا؟ لا لا كده صريحة وضيحة كده جريحة؟ لا مش قصدي. انا قصدي ان العسل بتاع اختك هو العسل اللي انت قصدك عليه. لا انا كنت عايز اقول لك فعلا على حاجه. طب قول بسرعه عشان حاسه ان قلبي بيدق جامد. ومفتاحي على طول على طول مفتاحي، مش يمكن يكون ابن الحلال واقف ومتربص لك؟ ها مش كده ولا ايه؟ بس انت كنت عايز تقول لي حاجه. لا قول انت الاول. لا انت قول الاول. طب اقول لك على حاجه، تعالى نعمل زي فيلم لوبل عبد الحفيظ وعبد الحكيم حافظ في دمي ودموعي والتصاقاتي. طب اقول لك على حاجه، تيجي نقول الكلمه دي احنا الاثنين في نفس واحد، نعد لحد ثلاثة ونروح قايلينها كده في خلق بعض كده. ماشي اوكي. واحد اتنين ثلاثة. انا عرفتك عشان رشدي هلال. عرفتني عشان خاطر السلسله؟ وانت عرفتيني عشان خاطر رشدي هباب؟ خلي السلسله تنفعك. كلمها تاني. وانا كلمتها قدامك تاني واعمل ايه يعني؟ ابلغ عنها؟ خلاص روح لها البيت. وانت فاكراها سهله كده روح البيت؟ ده ابوها لو عرف انها مروحه معيطه بسبب ايه؟ ده مش بعيد يدفني في الجنينه هناك.